يمكن أبو خالد قلنا في المقدمة أن حضرتك قارئ نهم، يعني تحب القراءة بشدة وتقرأ في مختلف المجالات. صحيح. تقرأ في الأدب، في الشعر، في التاريخ، حتى في علم الطاقة مؤخرا. علم الطاقة؟ أي نعم. صح، الطاقة الإيجابية وكذا. صحيح. إنزين، شنو أكثر العبارات أو الحكم اللي قريتها واعتبرتها أكثر تأثيرا في حياتك حتى اليوم؟ تعلمت أن عند كل إنسان قيمة عليا، وأنا القيمة العليا عندي الموسيقى والغناء. تذكر لما كنت في أم الدنيا في مصر وصارت هزة أرضية، إن شاء الله تنذكر ما تنعاد. إيه؟ الناس دبيج في الشارع ومراكض. إيه؟ بخالد في البلكونة يشرب شاي. نعم. شلون؟ إيمان إيمانا بالقدر. أنا لو حولت تحت بالطب العمارة بعد علي كلها واحد، وأنا بعد شلاء راكض. بس في ردة فعل بديهية في البني آدم، أشوف في زلزال ما يقدر يقعد، يعني يركض يتحرك، يعني يأخذ بالأسباب. سبحان الله، مري شلون والله ناس من ربعي بالوزار كذا وبرا في شارع، وأنا مش فيش فيهم متقاعد هزك هزك. مو بهم اللي فيهم ترى، هو الطبيعي إنه يركض. لا إذا تفكرين فيه أنت، وهو يركض على الدرة إذا ضحت العمارة خلاص مثل مثلي بعد شلون أركض. بخالد عندنا مفاجأة. هالمفاجأة هي قالت لي إن هي لا تحب تطلع في التلفزيون، ولا على كلامها ولا تعرف تتكلم عدل في التلفزيون، لكن ما قدرت من حبها لك ما قدرت إلا إن هي تشارك معنا اليوم. معنا مشاهدينا عبر الهاتف الدكتورة رحاب الجميري، ابنة الفنان القدير أحمد الجميري. مساء الورد. مساء الخير. حبيت أقول لك يبا إنك أنت دائما بتبقى مثلنا الأعلى وقدوتنا في الحياة يا صاحب القلب الكبير. الله يبارك فيك. الله يخليك لنا وتبقى دائما فخر وذخر للبحرين. انتو الخير والبركة، ومثل ما قلت أنا في غنيتي وطني يا روض الخليج النادي، أقول الله. أقول حق بلدي لو رحت عنك أكون في أولادي. ممكن أنا كنت بسألك عن أحد محبيك اللي كان عنده عتب عليك، اللي كان يقول لك يعني لا تغيب لأنك توحشنا. ونغاب أحمد الجميري ومن مثله ومن على شكلته من الفنانين الكبار والقديرين في الخليج، من راح يبقى على الساحة الفنية؟ فأظن أنك جاوبتني قبل لي أسأل السؤال. جاوبتشي والله. ليش تقولها بحسرة وبألم بخالد؟ أقولها بحسرة وألم لأن للأسف، وهذه ملاحظة قديمة صار لها 10 سنين أو أكثر من 10 سنين. نعم. كانت التلفزيونات الخليجية هي اللي تنتج، هي اللي تاخذ الاغاني، تكلف المطربين يسجلون اغاني وتصور لهم وتقيم لهم حفلات وتصورها وتذيعها. لما طلعت شركات الانتاج الكبيره صارت الشركات دي تنتج، وصارت لها محطاتها الخاصه الغنائيه اللي 24 ساعه كلها اغاني، وتبث للمطربين اللي تنتج لهم تسوق لهم، وتهدي هذه الأغاني إلى التلفزيونات العربية من غير تكلفة مادية. أوكي. فتعودت التلفزيونات، يعني حتى أنا تلفزيون الكويت قبل كان يسجل لي، يعني كان كل سنة أروح الكويت على الأقل يسجلون لي غنيتين ثلاث، قصدي تصوير يصوروني. لما رحت عقب ما اشتغلوا المحطات هذه، لما رحت حق تلفزيون الكويت وعارفهم زين، يعني قلت لهم أبي تصورون لي مثل قبل، يقول أحمد الحين ما نصور، كل شيء لنا هدية، فإذا عندك شيء تجيبه هدية بنذيع لك. أوكي. يعني أسجلها على حسابي. صعبة. صعبة. يعني والملاحظ كذلك أن الشركات ذي من كثر ما تعرض أغانيها على محطاتها يتأثر فيها معدين البرامج في تلفزيونات الخليج. نعم. ويحطون نفس الأغاني ذي اللي يعتبرونها مشهورة وانشهرت وعلى طول يشوفونها في الشاشة فيكررونها في محطاتهم. فطبعا احنا ما عندنا حد ينتج لنا ولا حد ولا محطة تذيع لنا وكذا، فيعتبرون انه يعني هذا لنا الان نجوم الساحة. لا، شاشة تلفزيون البحرين أكيد في خدمة كبار فنانين، وحضرتك على رأس القائمة أكيد، وإحنا نتشرف باستضافتك اليوم وفي أي برنامج تلفزيوني أكيد. أبو خالد، نبي نطمن الحين جمهورك يعني ومحبيك، وأنا دريت إن في عمل أنت قاعد تجهز له عن البحريني، إنش كثر البحريني يعمل بحب، كلمة حب اللي قلتها أول مقابلة.
إن شكثر البحريني يعمل بحب في كل المجالات، ما عنده مشكلة في أي شغلة طالما هو بيشتغلها من قلبه وبيعطيها. نعم نعم، من قايل أشياء الكلام؟ أي بعد ما يندرى. هذه أظن سر ولا ما بقوله بعشان سوي. يلا. هذه عندنا البحريني، البحريني يشتغل في كل شيء. صح. يعني البحريني المطرب، البحريني الوزير، البحريني اللي غسل سيارات، العامل اللي في ألبا مثلا، صياد السمك، هذين كلهم أنا بسوي لهم شيء، إن هذين كلهم بحرينيين، إن هذه يصيد السمك كهوة لكن عقب يطلع يشارك في مجتمعه ومع إخوانه من البحرينيين بجميع مذاهبهم. نعم. واتجاهاتهم وحتى السياسية، أخوة، كلنا أخوة. فكنت قاعد أشتغل الحين على العمل ذي علشان فكرة وايد حلوة، فكرة وايد حقيقية. نعم. صراحة. نعم. هل في عمل قدمته أو شاركت فيه وندمت عليه؟ عمل كامل؟ إيه إيه، عملت أغنية مرة حق رأس السنة. نعم. بمشاركة فنانين آخرين معاي، وطلعت بصورة بالنسبة لي سيئة، وجمهوري وايد زعل مني وأرسلوا لي هذه مستوى أحمد الجميري يقول سوي كذي كذا، فأنا وايد زعلت إن أنا سويت الشيء ذي، يعني كان مفروض ما أسوي. تذكر اسم الأغنية؟ لا والله ما تذكرها. أحاول أشيلها من مخي. هاي التكنيك اللي بتعلمه هذه. هو بحياتك يا ولدي امرأة عينها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. أنت تبي تعاتب نفسك على شيء؟ أعاتب نفسي على تضييع فرص كثيرة ضيعتها، ومن أهمها فنيا لحن من وديع الصافي، لحن من بليغ حمدي، لحن من سيد مكارم. أفا. إي والله. تسمح لي أسأل عن السبب؟ السبب إهمال مني، يعني عرض علي مفروض أنا أتابع معهم ما تابعت. الله يطول بعمرك يا رب ويخليك لنا يا رب علم من أعلام الفن البحريني. بسلمي. أنا كنت جدا سعيدة باستضافتك اليوم أبو خالد. شكرا. واسمك راح يظل علامة جودة في الفن البحريني. شكرا. راح نبقى نراهن عليه. شكرا. يعني هاي تذكار بسيط بس يذكرك دوم بحبنا لك ويشهد على الحب. شكرا شكرا. على الوتر، على الوتر، برنامج جميل ودم خفيف. شرف. وفي جديد حقيقة. شرفتني وكلامك. يعني أنا استأنس منه. الله يسلمك، وإحنا كنا سعيدين جدا باستضافتك. شكرا لكم وشكرا لتلفزيون البحرين. شكرا جزيلا يا أبو خالد، في عيوننا. بعد أحد المحبين لك طلب إنه يشوفك في عمل سينمائي بحريني. إيش كثر هالفكرة واردة بالنسبة لك؟ والله سعيد، بس ما في يعني عمل بحريني سينمائي، ما في يعني مخرجين سينمائيين بحرينيين يعني الواحد يعني يثق في الله وفي عمله. ما في. نعم. ما يمكن حاليا يبا انت ادرى مني طبعا ظهرت على الساحه الكثير من الاسماء البحرينيه، الشباب بحرينيين مخرجين. نعم. اذا ياك مخرج بحريني شاب وعرض عليك ان تكون انت بطل عمله حتى لو كان عمله الاول، الى اي مدى راح تتعاون معه؟ والله اتعامل معه لكن بحذر شوي يعني. طبعا يمكن انت سبقتني ابو احمد بالكلام عن مملكتك الصغيره، عن زوجتك ام احمد الله يخليها لك يا رب، وايضا عن ابنائك ابراهيم واحمد وعبد الله وعائشه وابتهال الله يخليهم ويخليك على راسهم يا رب طول العمر، الله يحفظهم يا رب.
أنا من قبل لا أتكلم عنهم عينك تبرق. يعني الأبناء أنت استثمرت فيهم وبذلت كل طاقتك عشان توصلهم لدرب الأمان اللي يرضيهم ويرضيك أيضا. اليوم إلى أي مدى أنت راضي عن استثمارك في عيالك؟ إيش كثر فخور فيهم اليوم في اللي وصلوا له؟ أنا أفتخر فيهم ولا زلت أفتخر إلى يوم القيامة. يعني واعيز وأنا أفتخر فيهم الحمد لله. يعني الواحد عياله دائما في قلبه دائما، يعني ما يفتخر فيهم مدى الحياة الحمد لله ربي لك الحمد. شنو النصيحة أو الوصية اللي دائما توصيهم فيها طول العمر إن يلتزمون فيها من وحي خبرتك وتجاربك في الحياة؟ والله أهم شيء صدقهم مع الناس وصدقهم مع نفسهم. يعني الإنسان لما يكون صادق مع نفسه ومع الناس اللي معاه وأصدقائه خلاص، يعني هذه أهم شيء. من يبقى معنا عن خط؟ عرفت من؟ لا والله. معنا مشاهدين عبر الهاتف ابتهال البعينين، ابنة الفنان الكبير سعد البعينين اللي حبت اليوم. أنا أعتذر، هو مجرد ما سمع اسمك تأثر ابتهال. هي اليوم ابتهال يا أبو أحمد حبت تقول لك كلام عن لسانها وعن لسان إخوانها. تفضلي تفضلي. أبوي حبيبي، هو يعرف أن أنا دائما أنادي حبيبي، حتى أول ما أدخل البيت أسلم عليه أقول له شلونك حبيبي على طول. حبيبي. أبوي حبيبي أطيب أبو في الدنيا وأحن أبو في الدنيا، مهما أقول يعني صراحة ما وفي حقه، ما قصر معنا من يوم إحنا صغار وليحين مو مقصر الصراحة، وكل اللي وصلنا له أنا وإخواني وأختي بفضل الله وبفضل دعائه والوالد لنا. حبيبي عسى الله يخليهم ويحفظهم لنا يا رب ويعطيهم الصحة والعافية. الحين على سالفة الطراد، إيش صار يوم تشوفون خيمة في جزيرة يوم تعطل ماكينة الطراد؟ عندك تاريخ انت ايش دمك؟ قول لي عسر المهنة، قول لي ايش صار. احنا الله يسلمك كنا رايحين رحلة انا واحمد ولدي وخالد حسن الله يرحمه. نعم. رايحين وين؟ رايحين صوب شيء صوب عسكر حوار هناك. اي وتعطلت علينا الماكينة انكسر، ما ادري ايش كسر فيه تعطلت. الحين شو ودنا البيت؟ ما بيدنا البيت بعيد ويوع عطش ويوع وعطش حمش. فدفعنا الحواء للجزيرة للرزق ليه مو كان يجينا عند الخيمة زين، وربطنا الطراد وحولنا بطلنا الخيمة، لقينا فيه جدر ولقينا فيه خيرات فيه وبيض وكل شيء. عاد قلت لهم تعالوا يا جماعة، ترى الحين جيتوا في مكان زين عبارة مطعم، خلنا نتعشوا وناكل ونرقد. يا يبا في فنانة عزيزة جدا على قلبك، أنت عزيز جدا على قلبها، وحبت اليوم أمام الملأ أنها تقول لك كلام عن لسانها من داخل قلبها. الله يسلمك. مساج ورد. يومس الأنوار. يا هلا والله. يومس النور الجميل اللي عندكم ومعاكم مستضيفين اليوم. يا هلا ويا مرحبا حبيبي اللبيب الكريم اللي ما عنده إي ولا، ما عنده أبيض وأسود، ما عنده إلا الصفاء والنقاء في النفس. يبا فترة مريت فيها أنا بعرج عليها سريعا جدا في ثواني، يمكن من قبل 4 أو 5 سنين في آخر نهاية شهر رمضان الكريم تعرضت إلى حادث ضربة في راسك، وهاي الحادث يمكن رب ضارة النافعة لأن رب العالمين من عقب هالحادث رواك إش كثر الناس تحبك، إش كثر سبحان الله سخر لك الناس من كل مكان تدعي لك وتمسح على قلبك. هالحادث إش كثر أثر عليك بالإيجاب؟ إش كثر غير فيك وخلاك إنسان أقوى من قبل؟ هذه اللي سلمت الحادثة صادتني في رأسي. نعم. طقة ما أدري والله أنا طايح من فوق انخلق ما أدري والله ما أدري شلون، وفقدتني الحواس حتى الحواس رجعت في المستشفى. يعني رجعت في المستشفى فاقد الحواس كلش،
لكن ربي لك الحمد لك الشكر، الله هيئ لي أطباء الحمد لله أجر مليون عافية. تميت الحمد لله عقب فترة رديت شوي شوي يعني في الحواس، وتم يوني البنات عيالي كل البحرين كانت تدعي لك، كل الخليج كان يدعي لك، ولا ناس حتى من برا عيال ما شاء الله تبارك الله من برا يسلمون علي والله العظيم. يبا من كل قلبي يبا أحمد، شرفتني ونورتني اليوم بحضورك، أنا كنت جدا سعيدة بحضورك معنا اليوم، أو بالأحرى بوجودنا إحنا معاك اليوم، وهاي تذكار بسيط منا لك، يعني بس يذكرك بمدى حبنا لك. صدقني إحنا راح نظل بانتظار كل عمل يحمل اسم سعد البعنين في مقدمة الختامة. الله يخليك، خلنا أقرأ. اقرأ. الله يطول عمرك. الله يحفظك، شرفتني ونورتني. إن شاء الله. إن شرفتني، ألف شكر على حضورك. إن شاء الله. الله هاي الضمة بروحها بالدنيا. إيه نعم، الحمد لله. شرفتني يا أيبا. حابة أرجع لذي اليوم اللي طلعتي منه من بيت الوالدة، شنو كان شعورك يومها؟ قالوا لي كانت تحس كأنها بتطلع برع البحرين، كأنها بغربة، مع أن الفرق هو شوارع ودقايق. مع أن أنا أمي محرق وأنا ورا المطار قالوا لي. أي. أنا راح أصب الرفاع ولا ذي سويت؟ إيه يعني أقول لك أثث بيتي وجهزت كل شيء ونقلت هدومي، قمت أشيلهم شوي شوي، بس أنا عانيت في بيتي طبعاً. شلون كان ذي اليوم؟ هي احنا واقفين قالت لي خلاص عاد روحي بيتكم الليله رقدي. قلت لها شلون؟ قالت لي روحي بيتكم رقدي خلاص بعد قاعدين هني، مع ان انا عارف القصه عندها داخل يعني عمر انا معاها وعيالي كبره لكن هي تحاول تكابر عشان تتمسكين. ورحت البيت وقعدت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، تميت فترة طويلة كني مسافرة حبيبتي، وبين لحظة ولحظة بروحي أكن أقعد أصيح يا عمري كني ياهل. مو متعودة على الشعور. مو متعودة. أم علي أم حنونة جدا وقريبة جدا من أبنائها، اليوم الأمومة شنو عنت لك؟ وش كثر اليوم قاعد تشوفين نفسك في عيالك؟ عيالك داليا وعلي ووهيب، الله يخليهم لك. الله يسلمك. داليا وعلي ووهيب، دائما لما اشوف موقف وهم يسوونه او شيء ارجع بالذاكره في نفسي لما كنت اسوي في امي، فاقول الله في لحظه اقعد مع نفسي اقول يا ليت انا ما جبت 30 جبت اكثر. العيال جميلين لما تكبرين وهم حواليك، لما يكون عددهم وايد حلو عزوه. اي عزوه، وباكر تعرفين ان هذا بيجيب لي كم حفيد وهذا كم حفيد وهذا كم حفيد، فبيصير البيت يعني شعله جميله. الله يخليك. فبس الحمد لله الله يخليهم ثلاثه، وانا راضيه عليهم وان شاء الله دائما يكونون سعيدين والله يرضى عليهم. اللهم امين ويخليك على راسهم يا رب. الله يسلمك. ام علي عندنا اليوم امانه حابين نوصلها لك. اعطوني اياها. صبري. وانا بحافظ على الامانه. بنسمعها بنسمعها. الو مساء الورد. النور. يا هلا والله. هلا بت. مشاهدينا معنا عبر الهاتف أم لقمان والدة الفنانة الجميلة سعاد علي، مسيك بالخير يا يمه. مسيك بالنور والسرور. هلا هلا بكل الغلا. هلا بت يا أوليا يا أم علي. يا يمه قولي لي إيش كثر راضية اليوم عن بنتك، وإيش كثر هي ابنة بارة بالنسبة لك؟ اليوم ودوم راضية. شو تحبين تقولين لها يمه؟ شو تحبين تقولين لها من كل قلبك امام الملأ؟ سمي. الله يخليكم. يخليك ويطرح فيك البركه، لا خلا ولا عدم من حسك بهالدنيا. طول في عمرك. هي الرضا. يعني ما بك حركتك. وي بسم الله عليك، بسم الله عليك. بعد شافني انت. يمه من هي سعاد بالنسبه لك بين كل عيالك؟ هم بنتين وثلاث عيال، بس انت قلتي لي ان سعاد مختلفه بالنسبه لك. ليش؟ سعاد الكل في الكل. البتشر. لا تقولين أكثر، يغيرون إخواني. أنتوا في البيت ما شاء الله بنتين وثلاث إخوان، لكن أنا خبروني أن أنت وأخوك لقمان مسوين عصابة من صغرتكم، ما حد يسلم منكم أنتوا الاثنين. وإذا ما لقينا أحد نأدي أدينا عمرنا. هذا اللي تبي تسمعينه؟
ليش تاكلون؟ اليوم 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 تشتبين تعرفين. لا بس ليش تاكلون اليح مال عمال البناي في البيت؟ يعني حبكت ما حلو لكم. طلي وراك حبيب. وي 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 بنات كيف شعر روسي؟ وي 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 يا عمر نايم 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 يا انت انت من انا؟ من انا؟ من ماما سعاد لا تقول جديده ماما سعاد اي ماما سيده راح على حضنك كذا اللي طريجه اي اسوي لك بوسه في الفخمه؟ يا عمر اسوي لك بوسه في الفخمه؟ وين وينها وينها؟ حبيبي وي 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 زعلان؟ خايف حبيبي لا يا حياتي انا فديتك هذا الريه والروح والقلب لاي مدى عندك ايمان في مقوله عز من الولد ولد الولد؟ ايه 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 اذا يمر علي اسبوع ما اشوفهم اتصل في علي اعصب عليه إيه؟ شو الفرق اللي احدثه وجوده في حياتك؟ شلون كانت حياتك قبله وشلون صارت بعد ما جاء؟ شوفي احساس الامومه شيء نعم لما بعد فوق الامومه امومه هذا شيء ثاني لما تكون عندك حفيد مؤخرا ظهرت على الشاشه العديد من الاعمال الدراميه الخليجيه نعم بعين المتفرج شنو اكثر عمل اثار اعجابك واستحسانك بسوي لك مشاكل مو لازم في رمضان لا تحرجيني مع الفتله لا انت بالله لا عمل عجبتي فيه لا لا طالعيني لا 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 انا مصر طالعيني طالعيني ما بمنتجه مو لازم ترى عمل بحريني عمل خليجي شفتي حتى وان كان عمل من زمان يعني مسوينا رمضان اللي طاف ذي لا موسيقى الاحمدي آه. اه عمل جميل غني لي سر الليل عودني على النوح والسهر سر الليل عودني على النوح والسهر يذكرني بياع الهوى يوم نشاري الله احرجتيني الصوت لا كفى عليك تسلم هالصوت اذا حبيتي تعاتبين نفسك في المقابل على شيء سويتيه وقلتي كان زين ما سويته طول هالعمر شنو هو؟ في أشياء وايد جيت على نفسي عشان الآخرين بس اليوم لا شو صار؟ التفتي حق نفسك أخيراً شنو الوعد اللي توعدين نفسك بالالتزام فيه طول العمر؟ إني أعيش طول عمري سعيدة بالناس اللي حوالي اللي يحبوني وأحبهم أعيش الحب حب أهلي عيالي أصدقائي يسلم عمرك حبيبتي هذا راح يكون تذكار جميل راح ينضاف إلى ضمن التذكارات اللي موجودة عندي لهم طاولة خاصة في غرفة نومي ودائما أقعد أتفرج عليهم وأتذكر كل لحظة نتشرف طال عمرك الله يخليك شكرا شكرا لكم وحق جمهورني ومتابعيني وحق تلفزيون البحرين استمتعت كانت جميلة جدا طلعنا شوي عن المألوف كنت جدا سعيدة بوجودك الله يسلمك شرفتيني معالي شكرا شكرا انزين الحين على طاري الرياضة في شيء ابي اوقف عنده ايش سالفة الدبل كيك والجول اللي دخلته في روح يا ارض تشقي وبالعيني الله يهداك يعني ايام سبحان الله ليش دبل كيك انزين ليش مو لعب دبل كيك بس احنا اول نلعب يعني ما في ملاعب حشيش ما حشيش ما مزروعه ما في تطيح وتصير بقعه هنا من الارض حمراء ويطلع الدم اي لكن انا الغريب انا العب دفاع انزين ومعاي طبعا من الله يذكره بالخير جاسم مندي وعبد الله جباره ومحمد سيف المسلم هاي دفاع معاي نعم لكن انا كل سنه ما ادري ليش تبي تسجل جول كل سنه اسجل جول سجل جول ها. بس علينا تكتي جول عليهم لا جول شلون تصير ما ادري يعني تصوري مره اي كون جايبيني من الصخير ترشي لي سياره خاصه بس يلا بسرعه عند المباراه مع مر اي فريق في البرنامج دي زين نسيم مارش المهم
ومباراة مهمة. اي ويا نفوز فيه التعادل ما ينفعنا. لازم نفوز فيه عشان نتغلب. والله في اخر واحد لاعبين ابدا واحد عليهم الحين وواحد اوف جول في روحك وياي من الكورنر تصب بشيل هبه ودبل كيك على قولت باك والنفي مقص. الله يرحمه سعود بغافر الله يرحمه ويتقبل روح الجنه. وقف هالشكل يقول حمد ياسين ترى احنا مرمانا هناك. والله مرمانا. ابو خالد حضرتك يعني انسان عصامي، طفولتك كانت قاسية صعبة، عشت ظروف مادية صعبة، ولكن كنت من طفولتك كأنك ريال، يعني حملت المسؤولية مع الوالد من ما أنت صغير لما كبرت في بيتكم اللي في الحد، تساعده في كسب الرزق الحلال البسيط من أعمال البحر. كانت فترة مؤلمة، لكن أبي أعرف إلى أي مدى هي كانت فترة صعبة وفي نفس الوقت أسهمت في بناء الكبير محمد ياسين اللي نشوفه قدامنا اليوم. قول الله يرحمهم، يرحم والدين ويرحم والديك. آمين. اللهم آمين يا رب. والدي الجميع إن شاء الله. فعلا الفترة اللي عشت فيه فترة قاسية، يعني أنا خبر آخر بيت دخلت فيه الكهرباء في الحد بيتنا، لأن كله عرشان. كم يوم قالوا شو نركب لكم عرشان؟ ما تركب الكهرباء شلون يعني؟ عندنا دور عتيجي طبعا في البيت، لكن هاي ما تسوي شيء قديم يعني. الحياة القاسية هاي فعلا، يعني أنا مثلا المغرب أروح أروي الماي من العين لين أترس اللي حل العودة والحب اللي عندنا مال الماي. نعم. حب ماي يوميا يوم. هذه واحدة. ما كان في إيسي عندنا، كان في كله يعني كان في بنكات وبعض المحلات وغيرها. نعم. فكانت الفترة فعلا صعبة. كانت أبي أعرف شنو أكثر شيء كان مؤلم فيها وشنو أكثر شيء كان جميل فيها؟ هو الحياة قاسية والبحر يدح علينا. أبوي كان أول دش السمك وعقب صار يدش يقص الصخر يدش الحصر. نعم. سمينا الصخر حبي يقول بيقع على قناعي بالصخر الحصر. حتى وأنا في الثانوية في ثالث معلمين ربع معلمين كل واحد يسألون إحنا في المنامة أنت اشتغل أبوك؟ قال أنا تاجر. هاي أبوك؟ قال اشتغل أبوي ما أدري شنو. أنا اشتغل هاي إحنا شو أقول؟ اشتغل ابوك يا محمد ياسين. قلت اشتغل ابوي يقطع الصخور من اعماق البحار. قويه قويه يقطع. هو صح يقطع الصخور من اعماق البحار. الله يرحمه. والله يرحمه ويتقبل روح الجنه جميعا ان شاء الله. وكانوا ودششني معاه البحر قال لا علشان يضمن لي في من الصبح ان اكون انا موجود في الجلبوت، في الليل يقول لي روح الجلبوت وبات فيه. اوبا صايدك. وظلام. يا الله اركب في الجلبوت اخش كل جسمي على خيشي كذي اغمض اللون واسمع قرر بحار ماي اللي يقول لي محمد. قلت له نعم يبا. دوس على هني وشيل معي الحصى. حصى ثقيله وانا صغير يعني انا في الاعدادي. يبا يلا يلا خليك ريال خليك ريال. يبا عقب ارتفعت الماي صار الماي يدش في خشمي في حجي. يبا ما اقدر يبا ما اقدر. قال لي حط لك حصى اركب عليها يلا شيل. ما في حلول. يعني هي على كثر ما كانت الفتره صعبه ومؤلمه حق اي حد يسمعها، بس انت تتكلم عنها وعينك تبرك كانك فخور بهذه الفتره. طبعا فعلا. ويمكن انا الحين عرفت انت ليش للحين هلقد تحب البحر. ايوه. يعني لو مو انت فعلا محب لهاي الفتره ومؤمن بدورها في حياتك كان تعقدت من البحر. لكن بالعكس انت البحر عشقك لليوم. انزين انا ابي اروح الى محمد ياسين الاب، الى ابو خالد وخليفه وطارق وهذا الله يخليهم لك يا رب. يعني يمكن انا قبل هاللقاء كان لي حديث مع عدد من عيالك ما بفتن بقول من، والكلام اللي بقوله الحين هو عن لسانهم هم. يعني فعلا كانوا يقولون لي كل كلام الحب يخلص في وصف ابونا. يعني على كثر ما كانت حياته قاسيه حاول كثر ما يقدر انه ما يذوقنا الطعم اي شيء نحرم منه، ولو يقصر على روحه عمره ما يقصر علينا. ايش كثر انت راضي عن عيالك اليوم؟ يا الحمد لله رب العالمين. وهاي ترعى الشعور عند كل اب وعند كل ام. الانسان الاب يقول انا ابي اصير احسن واحد، لكن ولدي تصير احسن مني اوكي ما عليه. صح. عيالي كنت انا في وهم في صغرهم فعلا الحرمان في الطفوله تبي تعوض. لما الله يعطيك خير تبي تعوضهم. الو مساء الخير.
مساء النور. مرحبا. يا هلا، عرفت يبا؟ هلا بيش. عرفت مين؟ تحكي شوي. مساء الخير. معنا عبر الهاتف الأخ خليفة ياسين ابن الفنان الجميل محمد ياسين. خليفة، اليوم مش حبيت تقول للوالد من كل قلبك أمام الملأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تحية للوالد وتحية لك ولفريق العمل وكل المتابعين. الله يحفظك. والله الشيخ أنا يعني اتصلوا فيني من شوي. إيه. الله يجزيكم خير يا ما قصرت، بس ان لو ما اعطيني حق تحضير شهر لا الوقت بكفي ولا الوقت بكفي يعني. مشكور يا يبا على كل شيء قدمت لنا وعلمتنا اياه، ويعني من كل جانب، من الجانب الاجتماعي، من الجانب العلمي، من الجانب العملي. من محمد ياسين الأب إلى محمد ياسين الزوج الحنون البار جدا بزوجته في المرة قبل الحلوة بأم خالد، من هي هاي الإنسانة في حياتك؟ هذه أول شيء بنت خالي، فريج واحد، نحب بعضنا بعض ما إحنا صغار. شوفوا يا بنتي، هي مسكينة كثيرة الأمراض، وأنا يعني عاهدت إنه ما أتخلى عنها مهما كان، وكل اللي أملكه وكل اللي أقدر عليه وأسويه علشان ما أنسى وقفتها معاي في كل شيء، واقفة وقفة رجال. فيعني كنت بشتري بيت صغير في المحرق، قالت لي هذه بذاتي اللي جمعت مع عندك كلها خلها، قلت بعد ما تيزي، قالت ابيع ذهبي، لا خلي عندك بتجمع ان شاء الله. خذت كل ذهبي وكل اللي عندي اللي شريته لها، قالت انت بتشتري لي ان شاء الله، وباحته وشريت البيت الحمد لله. اهم شيء كان الواحد يكون يبني له بيت. عقب ما الله ارها علينا وصلنا في خير الحمد لله، قلت عاد هذا ما يصير، جلست اعوضها بكل شيء، اعوضها لا انا بس يكفي حبك، يعني المحبه التفاهم، كل بيت لازم فيه يصير فيه اشياء، يصير فيه اشياء زينه واشياء مو بزينه، يصير فيه مشاكل ويصير طبيعي، ويسمونها سلطه الحياه هذه. نعم. لكن شلون انت تتحمل هذه الاشياء؟ انا اقول لها انا اسوي روحي مثل الاسفنجه دائما امتص. نعم. أمتص يوم يومين ثلاثة بس ما نزيد، حتى لو هي غلطانة يا صالح أنا صالح، الله لا يغير عليك، لأن يوم يوم أو يومين أنت في البيت جالس متقدم وحالتك لله وعيالك يشوفونك وضايق، ليش؟ ليش؟ ألو، السلام عليكم. بوه. وعليكم السلام ورحمة الله. أم خالد يمسيك بالخير. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. ما شاء الله ما نحسدكم على هالحب، ما شاء الله لا إله إلا الله، ما شاء الله الحب جميل. حب جميل يقول لك. معنا عبر الهاتف مشاهدينا أم خالد زوجة الفنان القدير محمد ياسين. يما ايش حبيتي تقولين اليوم حق رفيق دربك وحب الحياة؟ أنا شو أقول يا يما، هو رجل بمعنى الكلمة، هو الزوج، هو السند، هو شريكي إلى الأبد إن شاء الله، هو طبع الوفاء والإخلاص، لأنه هو وفي وهالزمن يا يما قليل الأوفياء، هو واحد منهم. أنا أحس به أنه هو الأمان لي حق حياتي، أحس الحنان فيه، أحس الإنسانية فيه. الله يسعد دنيا وآخر إن شاء الله، وأقدر أن أواصل معاه وأسعد أكثر وأكون بصحة أحسن. الله يشفيك ويعافيك يا رب. الله يسلمك ويقر عينه يا ربي بصحتك إن شاء الله، الله يسعد مثل ما هو حين يتحمل فيني، وأشوف الله وأشوفه يا بنتي، الله لا يغير علينا، الله لا يغير عليكم يا ربي. الله يسلمك. حبيت تقول حق أم خالد؟ أنا بوصف يا يما، بوصفه بقول لك شنو هو بعد بعيد، بس شيء واحد أقول
يعني كلمة أقول عسى يومي قبل يومه. بسم الله عليك علي. يعطي الصحة يعطي الصحة وطولة العمر يا ربي. شو صفيت شو خلي مني يا رب. الله يخليك لنا يا رب وتم طول العمر تثري الساحة البحرينية بعطائك وإبداعك. أنت شرفتني ونورتني وأنا قلت أن أنت عيالك خمسة بس أنا كذبت، يعني إحنا كلنا نحس لك نفس مشاعر الأبوة، فشرفتني يا يبا وهاي تذكار بسيطة لحبنا لك. شكرا. هاي التذكار طبعا تذكار فعلا يبقى موجود، أروح وياي وأشوفه وأتذكر هالجلسة الحلوة هذه اللي طلعتي مكنون كثير من داخل. ما شاء الله عليك، شكرا على هالبرنامج وعلى فكرة هالبرنامج. الله يوفقكم إن شاء الله وما قصرته، ويبقى تلفزيون البحرين تلفزيون العائلة دائما. راضي عنا؟ فللي. شنو العمل اللي اعتذرت عنه وكان ناجح تحسفت؟ هاي ترى مو في النص بس انا حسيت. لا لا عادي خذي راحتك. لا يمكن العمل اللي اعتذرت عنه بس انا مقتنع باعتذاري وبي انا وزملائي اللي اعتذروا وياي. لكن العمل الفني دائما لما ينجح يغري. صح. نيران، انا كنت احد ابطال نيران، أنا والمرحومين محمد البهدهي وإبراهيم بحر الله يرحمهم. الله يرحمهم يا رب. والفنان يوسف بهلول، إحنا الأربعة اللي كان عندنا موقف، لكن إحنا اعتزلنا برأينا، يعني قلنا إحنا سوينا، يعني دائما أنا أقول حق الجماعة لا تندم على شيء أنت خذيته عن قناعة. يمكن إذا ندمت على موقف ربعي. نعم. ولكن الرجال تعرف بالمواقف. هاي كلمة قوية. الله يسامحهم. تحياتنا أكيد لكن لنجوم العمل الكبار أكيد. يعني نبي نعرج سريعا على مراحل حياتك، محطات حياتك أبو خالد. من عقب انتهاء المرحلة الدراسية تم ابتعاثي، حصلت بعثة في الكويت ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، التقيت رفيقة الدرب هناك، رجعت تزوجتها، انتقلت إلى وزارة التربية والتعليم كمدرس لسنة، من بعدها أخصائي المسرح المدرسي أيضا فترة طويلة، ما ننسى أيضا مسرح الجزيرة ومسرح أوال، كلها محطات كبيرة ومهمة فيها الحلو وفيها المر. أبي أعرج على أجمل ذكريات مراحل حياتك وأصعبها. إحنا أقول لك إحنا نتلذذ ترى بالتعب ونتلذذ بالشقة، لأن متع العمل. العمل دائما أنا الحين أستغرب الخميس الونيس، اللحد الكئيب. الناس مو مشتهية تشتغل. نعم. أقول لهم روحوا اقدموا على الشيء بحب، لأن ذي رزقي، ذي حياتي، ذي مستقبل عيالي. الحين تيني ممثلة ما تعرف تغسل عينها للحين، تأخرتوا لا أنا بمشي ما أقدر، يعني هالدلع وهالميوعة اللي فيهم. إحنا كان المخرج يحط يده ويشتغل. نعم. يعني الممثل ما عندنا نجم، إحنا ما عندنا نجم، إحنا كلنا إخوان وكلنا زملاء وكلنا أحبه وكلنا ربع. ما شاء الله ثقافة جميلة، ثقافة جميلة. إيه اللي السبب أنتوا ليه اليوم ما شاء الله مترابطين مع بعض؟ يعني اللي شوي يطلع فيها ترى فترة بسيطة وينطق ويخفت، في البحر ما يمشي. أبو خالد حضرتك نشأت في أسرة فقيرة، الطفولة ما كانت هينة، ما كانت طفولة مرفهة، مع ذلك هاي المرحلة من الطفولة أسست فيك الكثير، وهي يمكن اللي سببت أو كان لها دور كبير في أن احنا نشوف اليوم الكبير عبد الله ملك، ونشوف هذه التربية الجميلة في أبنائك اللي أكيد بنتكلم عنهم بعدين. هاي المرحلة، مرحلة الطفولة، إلى أي مدى أسست فيك ما أنت عليه اليوم؟ علمتنا عزة النفس، علمتنا قوة الإرادة، علمتنا أن نفتخر بأهالينا مهما كان مستواهم. أنا أذكر كان في شخص في الفريج يقول لي عبد الله تحمل تنسى أن أبوك كان سقاي وبعدين كان بائع غاز أو كروسين متجول، أن أبوك رباكم 11 ياهل كان يتعب علشان يجيب لكم اللقمة. الله يرحمه. إحنا عشنا الفترة الصبوح وعشنا الفترة اللي ما عندنا إيسي، إحنا عشنا المرحلة الصعبة اللي البيت اللي خر. لا حين ما زفهم حين كبار. ايه أحيك لا على صغار. على الصغار يعني ايه. أنا تشوفي كنت ما جربوا وهم طقت السير. ما أحب الإزعاج عند الأكل قاعدة وكلو اللي تنهوس ويتدلع أشيله كذي من علبة وبطل باب الحوش وافلته وأقفل الباب خلي يصيح لنا، إحنا بناكل ما نبي صياح.
واحب ما احب المفاجاه. ليش قلت لك ما بعرف اسئلتك؟ نعم انا بآي اتفاجئ بالاسئله واجاوبك بكل عفويه. نعم يعني الحياه كلها روتين وملل، بعد بعرف شنو الغداء، وبعد بعرف وين بنروح، وبعد بعرف بيحطون المتعه. بس لا تفاجئيني مثل اليوم غدانا معكرونه، احد ياكل معكرونه على الغداء هذا البلاستيك يعني. يعني يعني احنا نطقين طق عنيف. نعم على يعني اذا نغلط نغلط. كان ابوي مثلا الله يرحمه الله يرحمه اكذب في كل شيء، لك لا تكذب في الصلاه. هو يعرف ان انت اليوم ما رحت المسجد، ويسأل يسيروح ما يدري. ها يا ابو عبد الله رحت المسجد اليوم؟ اقول ها، اصلا من الاداء يبين اي رحت. طاخ الكافيات لانه هو كان في المسجد وشاف كل اللي في المسجد. اي صوب اكثر هني ولا هني؟ لا هو يمين فالكاف. مشاهدينا معنا عبر الهاتف السيد عمر عبد الله ابن الفنان القدير عبد الله ملك. عمر اليوم ايش حبيت تقول الى الوالد امام الملأ عن لسانك وعن لسان اخوانك؟ تفضل. يعني هو ما قصر يعني رغم انشغالاته في الحياة، أنا يشتغل كان حز يعني أكثر من دوامي، يشتغل في الوزارة ويشتغل في الإذاعة ويشتغل كذا، لأنه دائما يعني يكون متواجد في المناسبات المهمة، المناسبات العائلية، تعب وايد في حياته عشان يكون لنا يعطينا حياة كريمة إحنا اليوم نعيشها، بحيث إن إحنا ما نحتاج الى حق رب العالمين وموجوده ويانا. يعني كانت امي الله يرحمها كان دائما تقول لي شوف عبد الله بتمثل مثل سوي اللي تبي، بس لا تسوي دور هبيله ومينون واحيانا العمل يفرض عليهم يبا يعني لا يعني انتقي اعمالك، لان انت الحين تعديت مرحله الشباب صرت ابو، وباكر يعني لا تخلي يعني صدق ذي يقول دور وكاركتر، لكن في دور يحترم. نعم. ويقدر ويحصل عليه جوائز. يعني أقول لهم خل الناس تحترم، خل ولدك يفتخر فيك. الله يخليك على رأس عيالك يا رب، ويظلون طول العمر فخورين فيك، وأنت تظل يا رب رافع رأسك فيهم. تسلمين بإذن الله. يبا من يعني من أهم نقاط التحول في حياتك هي الوفاة المفاجئة لأخوك مراد، الله يرحمه يا رب يغمد روح الجنة، خاصة أنه يمكن كان هو أجرب إخوانك لك، وأنت كنت أيضا الأخ المقرب لمبت كل إخوانك. من تاريخ 11/10/2010 إلى اليوم، إلى أي مدى تفتقده؟ وشنو حاب تقول إلى روحه؟ يعني شوفي أنا ما أعتقد في حياتي إن يعني صحت على إنسان أو افتقدت إنسان ورفضت القرار كثر صدمتي من موتة أخوي، لأنه هو كان إنسان مختلف أيضاً، هو كان كتلة حنان تمشي، محب للأطفال، حنون علينا كلنا. يعني أنا قبلها بسنة من وفاته أصبت بالأزمة، بسم الله جلطة الذبحة الصدرية ودي، بسم الله بالعسكري. فبالليل في الحجرة الساعة 11 في الليل أطلع زكي الله من الحمام لا أشوفه قاعد في الحجرة، واعتقد ذي حكمه من رب العالمين ان واحد بهالحنان وبهالعاطفه الجياشه راح قبل ما يروحون ناس قريبين وايد، لانه ما بيستحمل، كان رغم انه يتظاهر بالقوه. انا يمكن سنه كامله كنت ابكي عليه، سنه كامله. هذه من يا عمر يا هلا بابا يا هلا حبيبتي ها بابا يا عمري علي شنو هالجو؟ وي يا ويلك يا عمر سوى ليلك عمر مخشوش لا وعلى الحظ انت ايش دراك انه وياي يقول لي مشاهدينا يقول لي استاذ عبد الله انا كني قريت اسم عمر ولدي في التصاريح مال الدخول اقول له لا هذا هو السبب ها راوضة وروان رارا الله يخليها لك ها حبيبتي ها بابا يا بوش في التلفزيون شفت شلون كنت تقول لي ما يبون يطلعونها؟ قدرت عليهم انا اليوم بابا بسم لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله لا الله يحفظها وتدفع عين الحسود الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك لا اله الا الله لا اله الا الله ما لبستوها برتقالي؟ شنو؟ ها اسمع بعد برتقال حتى روان ما سلمت من البرتقالي ها بابا للاسف هم كل الناس يلوموننا احنا لان احنا نطلع في الوي كل يقولون وينكم؟ مختفيين ما تبينون طولتوا علينا وين انتاجكم وين هالكلمه تألمنا لان احنا المشكله انه مو بيدنا
يعني احنا لا منتجين ولا احنا المخرجين اللي نخرج الدراما حق الناس. فهذه مسؤولية دولة، هذه مسؤولية شركات انتاج. فنتمنى الأستاذ علي الرميح إن شاء الله الله يوفقه. وسمعت إن في هناك قرية تراثية أو مدينة للتصوير تبنى في إحدى مناطق البحرين، إن شاء الله الله يعوضنا من رمضان القادم إن شاء الله ببركات أستاذنا علي الرميح والمسؤولين في التلفزيون والإذاعة. حتى الدراما الإذاعية اختفت، يعني إن شاء الله يطلعون، لأن هذه مادة مهمة ومادة ضرورية للناس. يمكن وزارة شؤون الإعلام تعكف دائما من خلال مسؤوليها ومن خلال المعنيين على تقديم دعم قدر المستطاع إلى الدراما والقائمين على الدراما، وحضرتك اسم مهم مثل اسم الفنان القدير عبد الله ملك أكيد على رأس القائمة. الله يطول بعمرك إن شاء الله، شرفتني ونورتني، ورح يبقى اسم الفنان القدير عبد الله ملك يعني اسم نراهن عليه ودائما رح نكسب النرهان. تسلمين. شرفتني، وهاي تذكار بسيط من أسرة برنامج على الوتر. تسلمين. بس يشهد لك على حبنا الكبير لك واعتزازنا في كل ما قدمت. تسلمين، ها مقلوب ها؟ اي انا اعطيتك اياه مقلوب. انزين ما كتبتوا بالبرتقالية؟ لا ما في برتقالية. المرة الجاية نلون لك الستارة بنخليها برتقالية. تشكرون تشكرون على الوتر. كانت طبعا دخول روان مفاجأة غير متوقعة. كانت يعني اثلجت صدري. الله يوافقك ان شاء الله. ونشوف زملائي الاخرين في هذا البرنامج. جميل، أنا في شيء قرقع في قلبي ما أقدر ما أقوله. إيش سالفة المعجب زاد فضلك؟ إيش سالفة المعجب اللي لقيت فيه في المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي عطاك الشمس بيد والقمر بيد؟ آخر شيء عطاك ذاك سؤال الصدمة. هذه أكيد اللي نقلت الموضوع. فايز أنا ما أتحج، أنا ولا شغل. جل تحية أكيد. فيصل، إيه فعلًا مرة رحنا كان عندي ضيف من الإمارات، صديقي محمود الرشيد الله يذكره بالخير ومسي عليه. بالعافية إن شاء الله. مر علينا البحرين وقلنا نحبين نحن يعني نغير شوية، رحنا وايد أماكن وكذي، فقلنا بنكسر شوي بنروح منطقة الشرقية. فرحنا مجمع أحد المجمعات التجارية، فأول ما دخلت جابلني واحد كذي يعني شكل شوي غريب، يعني ثوب، حتى الثوب شوية يعني لش عليه. ما لا غترة لا شيء، شعر شوي منفوش كذي، فشافني أنت فنان؟ قال لي أنت موجود هني صار لك فترة؟ قلت له تمام. يقول أحد يدري من الجمهور إن أنت موجود؟ قلت له ما أدري يعني دار ما دار. لا قال لنا خير يا طير يعني يا دكتور يعني. لا لا يا جماعة يا رجال. استهد بالله اهدي بس سالفة أنا من داش يعني ما كل جاكسون. قال لا لا ولازمنا وإحنا يعني نتخلص يعني خلاص إحنا يعني تحسينا إن الريال شوي في شيء إيه يعني صاحي يعني لا ويانا وين ما نروح ورانا وقفنا مكان كذي. يقول عفوا الاسم بالخير تحنا كل هالقعقعة ذي وهال سويت هالأكشن دائما تعرف اسمي يوسف بهلول. يقول يوسف بهلول هذا اسم عائلة ولا اسم علوك؟ أفا أفا. عندك ما شاء الله ثلاث بنات، ثلاث خوات، وعندك أربع أخوان الله يخليكم حق بعض. عندك أيضا والدك ووالدتك الله يخليهم على راسك يا رب. بالنسبة للوالدة تحديدا أنت شيء مختلف، هي دائما في حالة لهفة عليك، دائما شوقها لك ما يخلص، دائما تهتم فيك أنت بالذات أكثر من غيرك. من هي هاي الإنسان في حياتك؟ الوالدة طبعا يعني طبيعي يعني نعم. ما أعرف عبدال يعني. الله يخليها على راسك يا رب طول العمر. احنا عندنا مفاجأة. مساء الخير. هلا مساء الخير. مساء النور، ما شلونك؟ هلا يما. أخبارك ما؟ الله يحفظك يا رب. معنا عبر الهاتف السيدة أم سعد وردة الفنان القدير يوسف وهلول. يما يعني ولدك من سمع اسمك ما قدر. تدودة يا علي يا علي حبيبي يا علي. يما ايش كثر راضي عن يوسف اليوم؟ راضي كل الرضا، هو يعافي بروحه يا دوي حبيبتي. أنا راضي عنه.
الله يخليك لي يا رب طول عمرك. ما بي عني الله يخليك إن شاء الله يا ربي. الله يحفظك. كم منزلنا الحين؟ خلي ضحكك معي، خلي نضحكه شوي بعد. إذا رد قالك بيسافر حق يشتغل حق يدرس، شو بتسوين فيه؟ صدق يعني بيسافر؟ إذا رد قالك بيسافر شو بتسوين فيه؟ ما أقدر. خلاص ما في مجال إلا إذا بيسافر حق يتزوج. أوكي. إيه حق زواج بروح برد ما يخالف، لكن مثل ما كنا من قبل. وتشوفيني كلها مسحت علي وكلها قلبي كلها حوتية من هاللون. حبيبة قلبي الله يطمن قلبك عليه. لأن فرقني هو أصير علي. حبيبة قلبي الله يطمن قلبك عليه. تبي تقول لها شيء؟ شو أقول؟ بس أحبك يا يما، بس هاي لا أقدر. حبتك حبتك العافية يا يما. الله يخليك لي يا رب. الله يخليك إن شاء الله طول عمرك. خليك يما لي إن شاء الله يا رب طول عمرك يسر أمورك. تسلمي يا يما. تسلمي ما قصرت إن شاء الله. الله يا رب يرزقك برها إن شاء الله يما. نعم يما. شلون هاللون تقطين شنطة المدرسة مالتي في البحر؟ سمعتي انت انا سولت ايه؟ ايه شلون عيل؟ حتى اني سولت انا سمعت شلون عيل؟ لا ما قصرت ام عبد الله فضحتنا. حسبت اشواق انا غابت واثاري الشوق تو ما فات، واثاري بحبي الساهي حنين لك بعد باقي. أنا ما كنت حسب إن القلوب الساهية تشتاق، ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي. هلا يا حبي يا الأول، هلا يا غايتي مشتاق. حسبتك ما أنت في قلبي واثرك مالك عماقي. زين انا الحين عندي شيء وايد متحمسه له، وايد متحمسه له. لحظه 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 لحظه. الله يعيننا بالله. الله الله يعيننا على سوالف. الله مفاجأة. انا وايد متحمسه حق هالشيء. ابي اعرف انت فتحه وبيعرف شنو هالشيء. لا لا يا عبد الله انا ما لازم نظارات قرائه. اي ابي تقرا لي بعد بارت منه اللي انت تختار. صدقتي زين بنعرف الساده المشاهدين شنو ذي. الى حضره الوالد العزيز والحبيب خليفه المحترم تحيه طيبه واشواق حاره ابعثها لكم، وبعد ارسل اليك هذه الرساله واطلب من الله ان تتمتع انت والاهل بالصحه والعافيه. ابي العزيز لقد شاءت الأقدار أن تبعدني عنكم، ولكن لا تتصور كم أنا مشتاق لكم، وأطلب من الله أن يصبرني حتى عطلة الربيع حتى أصل فيها البحرين، وإنني أعتب على هاي. بتقولها طوفة؟ لا لا طوفة ذي. لا ما أقول. أنا قاعد أقول لي يقرب حماس. لا 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 بس كفاية. نبي نعرف السادة المشاهدين شنو ذي بخليفة. هذه رسالة بس أنا ما أعرف تفاصيلها بالضبط، يعني هاي أيام دراستي في الكويت. أول رسالة طرشتها حق الأهل أول ما سافرت الكويت حق الدراسة. أول سؤال وين تروح؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شلون مصادري بالله؟ ما شاء الله قوية. شلون؟ لا قوية. لا أنت يعني صراحة المفروض يعني أعطيها في الأمانات ونخشها. إلى ضرورة أبيها عاد هذه؟ إن شاء الله. لا عاد ما يندرى يعني. لازم نتفاوض. مساء الورد. اهلا اهلا. عرفت من خليفة؟ محمد الحبيب. طبعا مشاهدينا هلا هلا الغالي. طبعا مشاهدينا معنا عبر الهاتف مساء الورد، معنا عبر الهاتف الفنان القدير طارق العلي. مسيك بالنور والورد وشاكر لك مداخلتك. لا هذا ابو هلو هذا الحبيب هذا الغالي. الله لا يغير عليكم يا رب. الله يعز غاليك. الحمد لله ومحمد ان شاء الله يرعينا بخير اكثر واكثر ان شاء الله. عسى عمرك طويل حبيبي. توني على نطاري اسمك توني من شويه. اي والله تو في ذكرك من شويه. يعني ما يحتاج، انت اسم مهم عندي في قلبي يا حبيبي. حبيبي اول شيء انا بس عليكم، وانا فرحان ان هذا الانسان يعني صديقي يا حبيبي. حبيب ويمكن يوسف انا اسميه وأنا مهم مجاملة، ولا عشان لقاء يوسف يكون بحرية. ما مش مثله صحيح. حبيبي فنان
يعني متكامل كمان لله سبحانه. ما عليك زود يعني انت مطرب انجيت ممثل، ولكن هناك في قصور مو منه. انا احس ان هذا الانسان ظلم فنيا. نعم. يعني يوسف ايضا اسم كبير، وما ادري احس ان الحين بعد ما اخذ حقي، يعني انتم مشكورين اعلاميا، ولكن يوسف قدر احن اكبر في امور كثيره. نعم. يوسف فنان نجم ذو احساس، يعني حتى في تمثيله، في تعابيره الجميله، يمكن يقول انا هو حساس جدا للحرف، لما يعني حتى انا مستوى شخصي لما تتكلم معه وحرف يعني يصير حفظ خلاص تشوفون عيونه تلاقت عاد صحيح. الحلو فيه ايضا انه ما هو يعني انسان صعب، بس سلس. نعم. ويتفاهم زعول حساس شويه، يعني اذكر ابن الصغيره قال يعني تبذلني ما بذلك، يعني ساعات سريع الانفعال. نعم. لكن من طيبة القلب طبعا، يعني طيبة القلب هي بحرين. ما عليك ما عليك زور، ما عليكم زور يا ابو محمد حبيبي. وانا دائما رئيس مملكة البحرين مشبوس ام يوسف. اي المشبوس والبيض الطماط قالوا لي بعد ابو محمد. ايه منعوتين. طبعا هذا يوسف والله. حبيب حبيب يا ابو محمد. شعبكم الطيب. تسلم عليكم زود يا غالي. الله يحفظك. اللهم امين. ان شاء الله. اللهم امين. يوسف مهما اتكلم عنه او اسولف والله ما وصي حقي. حبيبي حبيبي ابو محمد، هذه فرصة بعد اني يعني يعني ممتن لك كثير يا ابو محمد على يعني صحبتك الغاليه، على على كل مواقفك الجميله معي سواء في الكويت او في البحرين او في كل مكان يا حبيبي. على ايش انت فاهم؟ يلا كملها. يلا وحبل الموده بيننا مقطوع، على ايش انت فاهم؟ الله. ولا واذا حبيت تعاتب نفسك في المقابل؟ عاتب نفسي يمكن أهملت يعني جوانب مهمة في يعني في حياتي، يمكن أهملت مثلا جانب الأسري مع أهلي، يمكن يعني يمكن المجال الفني شوي خذني عنهم، سواء عن روحتي يعني دراسة تعت عنهم فترة طويلة 9 سنين تقريبا متواصلة. أوعد روحي والجمهور اني اثابر اكثر، واني يعني اكون متواجد اكثر، بس في نفس الوقت يعني امحص في الادوار اللي تقدم لي. نعم. واقدم كل ما يرضيهم ان شاء الله، وهذا وعد مني ان شاء الله. جميل، وايد جميل. الفنان القدير يوسف بهلول، انا كان لي شرف استضافتك اليوم، واسمك راح يظل علامه فارقه في الفن البحريني والخليجي ككل. شكرا. شرفتني، وهاي تذكار بسيط. شكرا. من أسرة على الوتر ما قصرتوا. الف شكر لكم. حلقه جميله، يعني مباغتة أسئلة، بعض الأسئلة مباغتة صراحة. نعم. بس جميلة جدا، وبيننا فعلا في جهد طيب من المعد والمعدة أنت طبعا. الله يسلمك. وتقري ما شاء الله عليك، يعني الفكرة بشكل عام فكرة جميلة صراحة. شرفتني ونورتني. الله يطول عمرك. وأضفت لنا اليوم. شكرا شكرا. شكرا جزيلا. الله يطول عمرك.